بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الجمع الكريم ورحمة الله وبركاته. خفيفة في اللسان، خفيفة في اللسان، ثقيلة في الميزان، هي الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مرت الأيام فالأسابيع فالشهور فالسنون وهذا الشعب صامت ما بارح الساعات وواصل رفع الهتافات والشعارات وخرج بحشود في المسيرات وخاض جولات وجولات وتجددت الذكرى بعد انقضاء ألف يوم من الثورة. قد يظن البعض أننا تعبنا ومللنا، لكننا على العهد ما بقينا. تحركنا الحرقة التي في قلوبنا على شهدائنا ومعتقلينا، على المفصولين الذين حاربهم النظام ونازعهم على لقمة العيش، على الشباب الذين مزقت آلات القمع أجسادهم، أسالت دماءهم وحرمتهم حقهم في العلاج. تحركنا الغيرة التي تجري في دمائنا على أعراضنا، على بناتنا وأخواتنا اللواتي ما استحى مرتزقة وزارة الداخلية أن يمدوا أيديهم عليهم وأن يتمادوا فيعتقلونهم يعتقلونهم. يحركنا الشوق على رموزنا الأفاضل الذين غيبهم هذا النظام الظالم الذي يخافهم ويخاف روحهم الثورية، فسعى لحبسهم حتى يخنق فكرهم. ولكن هيهات أن تموت فكرة الثورة بين قضبان السجون ولو بعد ألفية ثانية. سنواصل حراكنا حتى الرمق الأخير، لأننا أصحاب قضية وأصحاب حقوق مضيعة وأصحاب وأولياء دم وأولياء دم مسفوك. ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة لشهداء الأبرار، والسلام عليكم.